أهلين حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وعافية. وايد جتني أسئلة عشان أصور كولكشن الجناط اللي عندي، فقلت بهالفيديو راح أصور لكم الجناط اليومية اللي أستخدمها واللي سعرها أقل من 500 دولار، عشان كذي يكون حق الكل أفوردبل والكل يقدر يشتري الجناط، وبنفس الوقت الجناط مميزة ووايد حلوة، والأحجام اللي جايبتها لكم اتينن، يعني الأحجام اللي تناسب اللي يحبون الحجم الصغير، اللي يحبون حجم الجناط الكبار، اللي يحبون مثلا الجناط اللي تكون عملية تكفي أشياء وايد بس بنفس الوقت مو وايد كبيرة. جايبت لكم كل الأحجام حق الجناط وبنفس الوقت موديلات وايد، وإن شاء الله تعجب جميع الأذواق. فالحين قبل أن نبلش الفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي وتضغطون السبسكرايب، ويلا نبلش الفيديو. يا هلا والله حبايبي، حدي متحمسة أوريكم الجناط لأنهم صج يننون. فأول جنطة بوريكم إياها اليوم اللي هي هالجنطة من CH كارولينا هيريرا. وايد 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 أحب هالجنطة لأنها تينن بشكل مو طبيعي. ليش تينن؟ أول شيء تقدرون تلبسونها بكذا لبس، يعني تقدرون تلبسونها as a crossbody bag، تحطونها حولين كتفكم فتصير عملية. ثاني طريقة استخدام، تقدرون بس تشيلوا الستراب اللي عليها. شوفوا شلون كذي، لما شلت الستراب راح تلبس as a clutch bag، فتناسب حق المناسبات أكثر، تناسب حق العزيمة، حق عيد، حق طلعات انت رايحة فيها، يعني مو كاجول، عرفتوا؟ يعني مو رايحة سوق تمسكينها، لا، رايحة كذي مناسبة، طلعت عشاء، مناسبة حلوة تقدرين تلبسينها. الجنطة تينن، الستراب مالها تقدرون تصغرونه وتطولونه، فتقدرون تخلونه شولدر باج، تقدرون تخلونه كروس بادي باج، او تقدرون بدون ستراب تستخدمونها كلاتش باج. ليش وايد احب هالجنطة؟ اول شيء هالجنطة فيها كذا لون، يعني تقدرون اذا تحبون مثلا اللون الاسود السادة تقدرون تلبسون بس الجنطة السوداء السادة اللي عندهم. انا صراحة حبيت اني اخذ لون حلو يكون وردي مع البرنت مالهم، حسيته كلاسيك، حسيته يدوم اطول، وايد احبها. بس اذا انتم ما تحبون البرنت وما تحبون تبون شيء سادة، عندهم منها وايد وايد الوان. ثاني شيء احبه بهالجنطة ان سعرها جدا مميز، سعرها 120 دينار كويتي، يعني تقدرون تجمعون لها وتاخذونها، وسعرها ستيل اقل من 500 دولار، فسعرها جدا مناسب، استعمالها جدا جدا حلو، وتقدرون تحللونها. ثالث شيء احبه بهالجنطة صراحة حجمها. اول شيء وايد عملية، سهلة انها تتبطل. داخل صراحة ما فيها وايد اشياء مثل ما انتم شايفين، بس فيها هني باكيت صغير تقدرون تحطون فيه بوككم، تليفونكم، وغير كذي بس كذي مساحة فاضية. بنات تكفي وايد اشياء، طبعا بين حجمها ان هي شوية نوعا ما ميديم سايز، يعني تكفي وايد اغراض، تقدرون تحطون فيها تليفونكم، تقدرون تحطون فيها سماعاتكم، تقدرون تحطون فيها بوككم، اي شيء، يعني وايد تكفي اشياء. صراحة انا عن نفسي لاني وايد اصور، فحتى كاميرتي احطها داخل وتكفي، فحلوة حق السفر، حلوة حق اذا تطلعون طلعات عملية تاخذونها معاكم، وهم حلوة حق المناسبات. وهذه هي ثاني جنطة من جناطي اليومية، هي من مارك جيكوب. بنات الجنطة تينن، وايد حلوة، لونها وايد مميز، تشوفون هني صاير وردي، من هني صاير بيج، من ورا وردي، ووردي غامج، وايد حلو. والسحاب نفسه شوفوا شلون كذي، وايد كبير، وايد عملي، هني صاير وردي غامج مثل ورا، صج حلوة الجنطة، وايد حلوة. الستراب مالها كذي كبير، صاير على يعني مودرن أكثر. ليش أحب هالجنطة؟ أول شيء سعرها، سعرها جدا مناسب إذا خذيتوها من أمريكا. أنا صراحة شريتها من أمريكا لأني شفتها وشفت وايد جناط نفسها معلقين، وايد جذبوني، فعلى طول دشيت المحل وخذيتها منها. بس كان سعرها بأمريكا ب$300 بس، يعني سعرها تقريبا 90 دينار كويتي، أما بالكويت مباع ب$120 كويتي أو $140 كويتي. فصراحة أنا حدي أنصحكم إنكم يا تسافرون أمريكا تاخذونها من أمريكا، أو تطلبونها من أمريكا، أو الشيء الثالث تطلبونها من بيرسونال شوبر عشان تحصلونها بنفس السعر اللي أنا حصلتها فيه، لأن صراحة سعرها بالكويت مبالغ فيه، أما بأمريكا وايد مناسب. ثاني شيء حبيته بهالجنطة إن ألوانها تينن، مثل ما أنتم شايفين وايد في ألوان، فصايرة وايد عملي،
تلوق مع وايد اوتفيتات، وبنفس الوقت اللي حبيته فيه انه وايد في الوان، يعني لما تدشون المحل راح تلاقون كولكشن وايد كبير. فمثلا اذا تحبون اللون الازرق راح تشوفون في لون ازرق مع ابيض مع اخضر، او مثلا احمر مع اصفر مع ما ادري شنو، تلاقون وايد الوان وايد الالوان حلوه، يعني وايد تحتارون. انا صراحه كنت محتاره بين جنطتين غير هذه، بس اخر شيء صراحه استغريت على هذه والحمد لله ما تحسفت، لان لونها وايد حلو واقدر البسها مع وايد اشياء. والجنطه تقدرون تلبسونها شولدر باج، لان هذا الاستراب نفسه يتطول ويتصغر، بس انا عن نفسي اشوف ان الاحلى تلبس كروس بودي، وايد عمليه لان الجنطه، فما تنفع شولدر باج. وفي بنات شفتهم يلبسونها كأنها بلت باج، يحطونها كأنها حزام حوالين فصلهم. انا صراحه ما حبيت هالطريقه فما لبستها بلت باج، بس البسها كروس بودي باج. وهم في بنات يشيلون الاستراب وكذي يمسكونها، بس صراحه الجنطه متينه من تحت مثل ما انتم شايفين، فاذا مسكتها كذي وشلت الاستراب احسها راح تكون وايد ثقيله على ايدي فمو عمليه. وانا هالجنطة استعمالها كاستعمال عملي، مو استعمال مناسبات، مو استعمال كذي ابي اطلع وامسكها، ابيها عملية احط فيها الاغراض وعلى طول اقطها على كتفي او اقطها علي وامشي بدون ما تكون ثقيلة بدون ما احاتي. فعشان كذي ما شلت الستراب، البسها بس باستخدام واحد اللي هي كروس بودي باك. الحين خني حق السلبية الوحيدة اللي هي بهالجنطة، مثل ما انتم شايفين هني على الجنب، شوفوا شلون الجنطة صايرة مو نازل لتحت، يعني القفل مالها او السحاب مالها وايد صغير، فلما افتح لكم اياها وايد صعب انكم تاخذون شيء من داخل، لازم تفتحونها عدل وبعدين تقدرون تاخذون الشيء منها. يصير صايره الجنطه شويه ضيجه بسبب ان السحاب نفسه مو منزلينه لتحت، فمو واسع الجنطه تكفي وايد اغراض، بس بنفس الوقت لازم انتم يعني تفتحونها حيل وبعدين تطلعون الشيء اللي تبونه منها وتردون تدخلونه. عشان كذي هذه السلبية الوحيدة اللي فيه، ما عدا كذي الجنطة جدا ممتازة. اذا انتم عجبتكم جو فرت، روحوا اشتروها لانها صدق تستاهل. الحين اني حق الجنطة الثالثة واللي انصح الكل يشتريها صراحة، اذا انتم كنتوا قراب مني وسألتوني انكم تبون شوبر باك او دشيتوا علي بالانستغرام وقلتوا تبون شوبر باك جنطة كبيرة تلم اغراضكم، فعلى طول انصح انكم تاخذون MCM باك، لانها صراحة خرافية من اول ما شريتها وانا حللتها. اول شيء شنو الميزات اللي فيها؟ اكثر شيء احبه بهالجنطة انها من برا لون ومن داخل لون ثاني، تصير دبل فيس. صراحة انا احب الستاندرد برنت اللي هو اللي برا، بس هم من داخل وايد حلوة مثل ما انتم شايفين، صاير لونها كذي مقلم على بني وايد حلوة، وهم فيها طبعة MCM، يعني وايد تنفع اذا انتم مثلا لابسين لبس سادة تقدرون تقلبونها وايد راح يصير لكم حلو، وبنفس الوقت تقدرون تلبسونها على هالبرنت. انا شخصيا افضل هالبرنت، بس في مرة او مرتين قلبتها ولبستها على البرنت اللي داخل، صراحة وايد حلو بس هالبرنت افضل اكثر. ثاني شيء احبه بهالجنطة اللي هو سعرها اذا خذيتوها بعرض. بنات ركزوا على اذا خذيتوها بعرض، لان انا بالصدفة دشيت محلهم وكان عندهم عرض، فعلى طول بدون ما افكر شريت الجنطة لاني صدق كنت محتاجتها والجنطة وايد فادتني. بس حرصوا انكم تاخذون الجنطة بعرض لان سعرها راح يكون جدا مناسب. ثالث شيء احبه بهالجنطة ان يجي معاها جنطة اضافية صغيرة. ليش وايد عجبتني هالميزة؟ لان انا عادة احط اغراضي الشخصية داخل هني، اللي هو بوكي تليفوني كل شيء احطه داخل هني، سويتشي واقطه داخل الجنطة عشان تكون الجنطة مرتبة، واحط داخل الجنطة الكبيرة لابتوبي الايباد النوت بوك كل شيء محتاجته ثاني احطه داخل، فتكون وايد مرتبة. ومرات يعني اذا مثلا كنت رايحة طالعة من الشغل او اي شيء وكنت مثلا بنزل السوق بنزل الجمعية ما احتاج هذه الجنطة الكبيرة، فبس اخذ جنطتي الصغيرة وانزل السوق انزل الجمعية انزل كل شيء، والجنطة الكبيرة اقطها بالسيارة. فعشان كذي وايد فايدتني ان في كلتش داخلها صغير وايد حلو بنفس البرنت وايد مفيد وبنفس الوقت عملي. اخر شيء احبه بالجنطة الصغيرة انه مو بس تلبسونها شولدر باك، هي تصير كذي شولدر باك تلبسونها وخلاص، بس بنفس الوقت تقدرون تلبسونها كأنها كلتش باك، اللي هي تحطونها تشيلون الستراب من هالناحية وتحطون بهالناحية وتمسكونها كذي. فحتى بالجنطة الصغيرة تقدرون تلبسونها بكذا استخدام،
انا وايد وايد احب هالجنطه، مرات اصلا اطلع بهذه بدون الكبيره، ما اخذ الكبيره، اكون مريحه الشغل، مو محتاجه الكبيره، محتاجه بس الصغيره، فبس البسها مع الاوتفيت مالي وخلاص. رابع جنطه احبها اللي هي هالجنطه من جوتشي. بنات هالجنطه وايد حلوه، وراح تلاقونها منتشره سواء بالانستغرام بالسوق، لازم تلاقون هالجنطه لانها صج مميزه ووايد حلوه. اكثر شيء احبه بهالجنطه البرنت مالها، البرنت مالها اللوجو مال جوتشي وايد صراحه حلو ومميز. الشيء الثاني اللي احبه بهالجنطه ان سعرها مناسب. هذه الجنطه تحصلونها باوتلت سواء كان باوروبا او سواء كان بامريكا، اي اوتلت في جوتشي لازم تحصلون فيه هذه الجنطه. انا شخصيا شريتها من بيرسونال شوبر، صراحه ما سافرت اوتلت وخذيتها، لا بيرسونال شوبر شريت لي اياها ووصلتها للكويت، فوايد كان سعرها مناسب. وصراحة إذا أنتوا تبونها تقدرون تطلبونها من أي بيرسونال شوبر، أغلب بيرسونال شوبر اللي يكونون بأوروبا أو بأمريكا يوفرون هالجنطة. ثالث شيء أحبه بهالجنطة اللي هو لونها، لونها وايد مميز، وصراحة تي تقريبا هالجنطة بأربع ألوان إذا ما خاب ظني، أو خمس ألوان، تي بأزرق، تي بوردي، تي بأسود، وتي بعد بجنة لون جولد، يعني وايد وايد في منها ألوان، فوايد حلوة حق حتى إذا أنتوا تبون ألوان ثانية راح تحصلون ألوان ثانية غير الأحمر. واخر شيء احب بهالجنطه انكم تقدرون تلبسونها بكذا استخدام، مثل ما انتم شايفين الجناط اللي اشتريها احب اني احللها والبسها بكذا لبس. فاول شيء تقدرون تلبسونها ككروس بودي باك، وايد عمليه، تقطونها كذي عليكم وتطلعون. ثاني استخدام تقدرون تلبسونها كشولدر باك، شلون؟ مجرد انكم تاخذون هذا الستراب تلفونه داخل عليها بكل سهوله كذي وتسكرونه وبس، صارت شولدر باك. شوفوا شلون صارت قصيرة وحلوة. رابع استخدام تقدرون تلبسونها ككلتش باك، اللي هي تدخلون كل ستراب داخل الجنطة وتمسكونها كذي، مسكتها وايد سهلة وايد عملية. بس إذا أنتوا تحبون الجناط الكبيرة هالجنطة كلش ما تناسبكم، لأنها يا دوب تكفي التليفون والسويتش. شوفوا شلون وايد صغيرة من داخل، شوفوا شلون حجمها من داخل وايد صغير، فيها هني بوكت صغير بس ما يكفي صراحة إلا كم كرت، أما غير كذي هي وايد صغيرة. فشنو الشيء الثاني اللي تقدرون تاخذونه بدالها إذا عجبتكم الجنطة وايد؟ في نفسها حجم أكبر، تكون أغلى يمكن بأمية دينار بس وايد مناسبة وحجمها كبير. صراحة أنا عن نفسي تحسفت إني ليش ما خذيت الكبيرة، أحس الكبيرة عملية أكثر من هذه وأقدر أستخدمها أكثر من هذه. فيمكن إذا كنت أبي الكبيرة يمكن أشتريها بلون أسود، لأن سعرها جدا مناسب بنات، وتنباع بكل الأوتلتات تقدرون تحصلونها. وثاني شيء تقدرون تحللونها عدل، إذا خذيتوا الكبيرة بلون أسود أحس تقدرون تحللونها وايد. وآخر جنطة بتكلم عنها اللي هي ماركة بحرينية اسمها غايا، صراحة انصدمت من جناطهم إيش كثر عجيبة، اللي هي هذه الجنطة. بنات الجنطة اتينن، شوفوا لونها اش كثر حلو، اش كثر يجذب، وايد وايد حلوة. شوف شلون، انا صراحة رحت البحرين عشان اشتري الجنطة، كنت ما رح اشتري هالجنطة، كنت بشتري جنطة ثانية من عندهم كذي وايد حلوة، والستراب مالها عليه شوارفسكي وعليه اشياء. بس لما رحت انصدمت من الحجم، لقيتها وايد صغيرة او وايد كبيرة، يعني ما تناسبني انا كلش، فعشان كذي ما خليت هذيك. قمت افتر بالمحل لقيت هذه، وعلى طول جذبتني بنات من كثر ما هي تينن. شوف شلون الجنطة صج صج راقية. اول شيء حنتكلم عن سعر الجنطة، سعر الجنطة تقريبا 100 دينار كويتي، يعني اقل من 500 دولار، فسعر مناسب. ثاني شيء عجبني صراحة بهالجنطة انكم هما تقدرون تلبسونها بكذا استخدام، تقدرون تمسكونها كذي، والجنطة صد صج راقية إذا مسكتوها كذي حق مناسبة تلفت حلوة. ثاني شيء فيها ستراب، أنا صراحة شايلة الستراب، بس شوفوا الستراب كيف داخلها، هذا الستراب يتعلق عليها وتقدرون تلبسونها كروس بودي، تقدرون تلبسونها شولدر باك، أي طريقة أنتوا حابين تلبسون فيها الجنطة تقدرون تلبسون فيها هالجنطة. وبعد يجي مع الجنطة كذي بوك صاير، صراحة أنا ما استخدمته للحين، تقدرون تحطون فيه كروتكم وتقطونه داخل الجنطة بكل سهولة، والحلو فيه انه يكون نفس لون الجنطة. والميزة الرابعة بهالجنطة انه يعطونكم معاها سكارف فور فري، بس مو هالسكارف صراحة، انا هذا انا شريته بنفسي من مكان ثاني، بس يجيبون معاها سكارف ببلاش
تقدرون تنقونه من محلهم. واخر شيء الالوان اللي من هالجنطه وايد وايد متنوعه، في منها لون اخضر، ازرق، اسود، احمر، وايد الوان وايد بشكل مو طبيعي. يعني تطبون وتتخيرون، اذا ما تبون لون وردي في وايد الوان ثانيه تقدرون تاخذونها. فانا عن نفسي صراحه جذبني هاللون، ما جذبني لون ثاني فخذيت هاللون. وبنات انا وايد وايد صراحه فخوره لما اشوف ماركه خليجيه او ماركه عربيه، احس صراحه بالانتماء وودي اشتري منهم عشان ادعمهم. وصراحه خصوصا ان جودتهم وايد حلوه، جودتهم مثل جوده الماركات العالميه، فحيل استانس وحيل احس بالانتماء. فصراحة هالجنطة يوصلونها للبيت، إذا أنتم مثلا ما تبون تروحوا البحرين ما تقدرون تروحوا البحرين، يوصلونها للبيت تطلبونها من الموقع. بس أنا شخصيا تعمدت أروح، كنت بشوف شنو جودة الجناط، شنو الألوان اللي فيه، شنو الأحجام اللي فيه. وزين أني رحت، لأن صراحة كنت باخذ جنطة ثانية بس هالجنطة جذبتني أكثر. وبكذي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن الجناط اليومية عجبتكم. قولي بالكومنت شنو اكثر جنطه يوميه انتم حبيتوها من الكولكشن الجناط اللي عندي، وانتم كتبولي بعد بالكومنت شنو جنطه انتم حابينها تشوفونها علي او حابينني اشتريها، سعرها يكون اقل من 500 دولار امريكي. وبس والله اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جاي. باي.